السلام عليكم. بسم الله مباشرة على هذا البث المباشر عبر صفحة أواني الشعيب على الفيسبوك. مرحبا بكم، مرحبا بجميع الزبناء ديالنا. عروض واعرة خطيرة كتوصل حتى لكثر من 70%. طولنا عليكم الغيبة تقريبا كثر من 10 أيام، ما درنا اللايف حتى البارح. كنرجع لكم من جديد ومعانا الجديد. مرحبا بكم، مرحبا بجميع الزبناء ديالنا. لا توندونس عندنا في اللايف هذا الأسبوع هذا هو باك شعيب، كيرجع لكم من جديد. غنقول لكم الثمن ونذكر بباك شعيب ونعود ننتقل معكم لزارتيك الاخرين اللي الجديد ديالنا. باك شعيب كيرجع لكم من جديد، وهاد المره حتى هو فيه ديزارتيكل جداد. باك شعيب اللي فيه الفراقه ديال جوج طبقات، وجات فيه هاد الكوبا الجديده، كوبا خطيره خياليه جدا ديال الكاطو ديال بزاف ديال اللعيبات، رائعه جدا. مرحبا بكم. وكاين عندنا كذلك فيها هاد الجبيبنات، هادو 6 ديال الجبيبنات، وفيها تبصيل أسه ديال الطباسل. كلكم كتعقلوا ان الباك شعيب ما كانوش فيه الجبابن ياك، وما كانتش فيه هاد الكوبا بالرجيله ديالها، وكنا كنبيعوا ب 200 درهم. هاد المره زدناكم كوبا جديده بالرجيله ديالها، وزدناكم 6 ديال الجبابن صغار، هادشي كامل فقط 240 درهم. 4800 تزادت 20 درهم، ولكن تزادوا بزاف ديال اللعيبات زوينين. هاد الجبيبنات هادو بوحدهم راه كنبيعوهم ب 10 درهم. الا بغيتو تاخذوا 6 كيديروا 60 درهم. زدنا لكم هاد الكوبا كذلك حتى هي في الجديد ديال باك شعيب. مرحبا بكم. وهاد الباك هذا راه متوفر في جميع محلات اواني شعيب. كاين عندنا كذلك هاد الكاس هذا اللي كيعتبر طوندونس ديال اواني شعيب. مرحبا بكم. كاس واعر خطير جدا، اللي فيه واحد الديزاين جديد، فيه ستيل جديد. الثمن ديالو كنبيعو 3 ب 40 درهم، 3 ب 800 ريال، باكيه ب 800. رائع جدا. كاين عندنا هذا الكاس هذا اللي قريبا غيتقاضى ديال 2400. اواني الشعيب غيبيعو لكم فقط ب 50 درهم. وكاين عندنا كذلك هذا الكاس هذا الجديد ديال اواني شعيب. رائع رائع جدا، خطير بالريشه، فيه بزاف ديال الزواقات. الثمن ديالو ماشي 150 درهم، الثمن ديالو فقط 80 درهم. مرحبا بكم. لا طوندونس عندنا كذلك هذا الاسبوع هذا هو هذا البلاطو اللي كنا دايرين ليه بروموسيون 80 درهم 1600. اليوم غتاخذوا غير ب 1200 ريال. اليوم ما شاء الله جاوا الناس بزاف خذوه، الناس فرحوا لان نقصنا فيه، الناس كانوا سعداء جدا لاننا هبطنا ليه في الثمن وجاو خداوه فقط ب 1200 ريال. شوفوا البلاطو كيدير ب 1200، بريستيج ورائع جدا، فقط ب 60 درهم. والكبير ديالو درنا ليه فقط 70 درهم. كاين عندنا كذلك هذا الكاس ديال الفيرزاتشي بعد انقطاع اكثر من 15 يوم، كيرجع لكم من جديد، والثمن ديالو عوض ما تاخذوا باكيه ب 1000 ريال غتاخذوا جوج باكيات ب 50 درهم، يعني باكيه فيها 6 زائد باكيه واحده اخرى فقط ب 1000 ريال. كاين عندنا كذلك هذا الكاس ديال الريشه، حتى هو لا طوندونس ديال اواني شعيب، كيسان كريستال ريشه، الثمن ديالهم فقط ب 35 درهم، 700 ريال. مرحبا بكم. كاينه سلعه واعره، غنوريكم لي زارتيكل ديال هادشي كامل اللي غتشوفوا هنا. كاينين اثمنه رائعه كيف كتشوفوا ياك، ومن بعد ما غادي نسالي معاكم الاثمنه ديال هذا الشيء، غادي نجي معاكم ندوج. وجدنا لكم هذا لي باك ديال هذا الكيسان هادو، واخيرا غنعطيكم الاثمنه ديال هذا لي زارتيكل اللي كيديروا 1200 1000 ريال 1200 1000 ريال. كلكم عزيز عليكم السلعه ديال 1200 1000 ريال، بعد قليل غادي نجيو باش نعطيكم الاثمنه ديالها. نكملوا معاكم الطويبله ونرجعوا معاكم. مرحبا بكم. كاين عندنا بزاف ديال لي موديل ديال الكاس. جا هذا الكاس هذا واعر خطير جدا، في واحد الزواقه زوينه، بليس هذا الميلونج ديال الالوان هذا كيعطي واحد الجماليه خطيره في الحطه ديال البلاطو. والثمن ديالو ماشي 180 درهم ولا 170 درهم، الثمن ديالو فقط 1400 ريال، 70 درهم 1400 ريال. كاس خطير جدا، بالصحة والراحة لكل واحد غادي يستفد من هاد لا بروموسيون ديال هاد البلاطو.
الثمن ديالو فقط 1470 70 درهم. ما شاء الله في ظرف خفيف جدا وصلنا لكثر من 2000 لايف. واحد كيشوف اللايف، الناس اللي كيشوفوا اللايف كاملين دابا ديروا قلوبه في هذا اللايف هذا، وما تنسوش بارطاجيو، لان لو بارطاج ديالكم غيخليو ناس اخرين حتى هما يدخلوا معنا اللايف دابا، حتى هما يستافدوا من هاد لا بروموسيون، حتى هما يشوفوا هاد العرض الواعر الخطير جدا ديال اواني شعيب. وكيف كتعرفوا راه عندنا محلات في كازا، وكذلك كنديروا لا ليفغيزون حتى خارج مدينه الدار البيضاء. هاد لا بروموسيون اللي كتشوفوا نتوما دابا كاينه في المحل ديالنا اللي كاين دابا في القريعه، وكذلك في المدينه وفي المحمديه وفي البرنوصي وفي الحي المحمدي. بقاو معايا نعطيكم الاثمنه والجديد اللي عندنا، وبعد قليل غنعيط لكم المحلات ديالنا فين كاينين. مرحبا. كيف قلنا لكم هاد الكيسان هادو الثمن ديالهم فقط 1400 ريال. الكاس ديال الريشه كيرجع لكم من جديد، ماشي 2600 ماشي 2400 حتى هو 1200 ريال، ما كيتقصرش. هاد الشيء هاد اللوينات ما كيتحيدوش. 12 كاس ب 1200. كاين عندنا هاد الموديل اللي كنا كنبيعو ب 90 درهم، كتعقلوا على لي لايف القدام شويه، ريشه سامبل 90 درهم، درنا ليها اليوم 1200 ريال 60 درهم. كاين عندنا هاد القصار المربعين، الناس القدام ديال شهر 12 اللي فات ديال 2021، كنا دايرين ديال 2020 من يلاه بدينا لي لايف، هادو كنا دايرين لهم بروموسيون 90 درهم، اليوم كنديروا لهم 1200 ريال 60 درهم. قد ما كنلقاو فرصه صغيره باش نقصوا على الناس ويستافدوا من لي بروموسيون ديال اواني شعيب، راه لا نتردد. الثمن ديال هاد الكيسان فقط 1200 ريال، 12 كاس ب 1200. شوفوا معايا هاد القصريه شحال زوينه، بريستيج الثمن ديالها 1200 ريال. هادي الناس اللي يلاه كيشوفوا اللايف اول مره، شوفوا هاد القصريه شحال زوينه ب 1200. كاين عندنا التفصيل المربع مزيان، من صحتي لي 1000 ريال غلطت، 50 درهم. هذا 50 درهم ماشي 1200 ريال، كنعتذر. هاد القصريه الثمن ديالها 50 درهم، 50 درهم 1000 ريال 50 درهم، مع بقيت 1200 1200 1200 نسيت راسي و هنا قلت 1200. هادو 1200 1200 1200 وهاد القصريه 1000 ريال. التفصيل المربع حتى هو زوين، كتجي فيه الحلوه وبزاف اللعيبات، الثمن ديالو 1200. والتفصيل النمره 45 الثمن ديالو 70 درهم. تبارك الله خداو الناس بشكل خيالي جدا، ومرحبا بالناس اللي جيتو اللي غيجيو حتى هما يستافدوا من لا بروموسيون ديالو. كاين عندنا هذا البلاطو هذا الثمن ديالو 50 درهم، واللي كبر منه 70 درهم. هذا 50 درهم واللي كبر منه 70 درهم. كاين عندنا كذلك هذا البلاطو رويال حتى هو زوين، الثمن ديالو ماشي 280 درهم، 5600 ولا 5000 ريال، الثمن ديالو فقط 3600 180 درهم. كاين عندنا هذا البراد هذا ديال الزاج رائع، شوف شوف براد خطير جدا، كيتحط فوق البوطه، هذا راه كيتحط فوق البوطه، عنده التويشيه ديالو من الداخل، الثمن ديالو غير 1200 ريال 60 درهم. واعر واعر خطير خطير بالصحة والراحة. لا مارك لوكسوس، لو لوكس ديال الأواني المنزلية، لوكسوس أوريجينال من لوكس، مرحبا، 1200 ريال. وهذا البلاطو اللي محطوط فيه تا هو زوين، ماشي 5600 ولا 300 درهم، الناس كانوا كياخذوا هاد لي بلاطو بريستيج ديال المرايا وداير بالطوغي 300 400 500 درهم، اليوم أواني شعيب كيدير لكم 120 درهم، لأن الهدف ديالنا دائما تنقولوا ندخلوا البريستيج لكل بيت مغربي، 120 درهم، والكبير ديالو الكبير ديالو كيدير 150 درهم، هو هذا، هذا هو الكبير ديالو. الثمن ديالو 150 درهم. غندوز بالزربه نقول الاثمنه ديال هاد القراعي، بزاف ناس كيسولونا واش باقين. اربعه ديال القراعي بريستيج 1000 ريال 50 درهم، ثلاثه ديال القراعي جوج ايترو، جوج ايترو ما شاء الله، ماشي ايترو ولا ايترونس، جوج ايترو ثلاثه ب 1200 ريال. وكاين عندنا كذلك هاد البونبونيغ كنبيعو اربعه ب 1000 ريال، اربعه ب 50 درهم. وكاين عندنا هاد القريعات هادو الثمن ديالهم فقط 1200 ريال، واحد جوج ثلاثة ب 1200. كاين عندنا هاد الكيسان ديال الريشة
تاوما رائعين جدا الجديد ديال اوان شعيب، الثمن ديالهم 70 درهم، 1400، رائعين. كاين هادو تاوما الجديد، هادو واعرين هادو صراحه. شوفوا الكيسان خطير جدا، الثمن ديالو ماشي 2600، فقط 70 درهم، 1400 ريال، رائع جدا. وكاين عندنا هاد الموديل هذا حتى هو كيدير 70 درهم، هذا حتى هو خطير جدا، الثمن ديالو فقط 70 درهم. بزاف ديال لي كومونتير تكتبوا لي اش من مدينه. للتذكير فقط، انتم الان مباشره من محلات اواني شعيب. اواني شعيب للحمد لله صبحت معروفه في كل بيت مغربي عند المغاربه كاملين بفضل الله سبحانه وتعالى، وبفضل الدعم ديالكم والبارطاج ديالكم والقلوب اللي كتخليو لينا والدعاء اللي كتعطيونا. هذا الشيء هو اللي كيخلينا دائما يعطينا الطاقه باش نعطيكم سلعه زوينه واثمنه خياليه. مرحبا بكم، مرحبا بجميع الزبناء ديالنا، ما تنساوش تعطيونا بزاف ديال القلوبه في هذا اللايف والبارطاج. مرحبا. الجديد ديال اواني شعيب هاد الكاس هذا ديال قشور الحوت كيف كيتسماو، الثمن ديالهم كاينه نورمال مبكيه فيها 6 كدير 50 درهم، حنا غنبيعوا لكم جوج باكيات ب 50 درهم، يعني هاد الباكيه وباكيه وحده اخرى ب 50 درهم 12 كاس ب 50 درهم. الجديد ديال اواني شعيب هاد الباك ديال العطريه كيف كتشوفوا، اللي فيه جوج زيازات كبار وفيه ست، فيه 4 ديال القراعي ديال العطريه اينوكس بالسيبورا ديالو، الثمن ديالو ماشي 150 درهم ولا 130 درهم، الثمن ديالو فقط 70 درهم، 1400 ريال. باك ديال العطريه الثمن ديالو فقط 1400 ريال. وكاين عندنا كذلك هذا الموديل هذا حتى هو رائع جدا، فيه 3 ديال القراعي كبار و 4 ديال القراعي صغار ديال اينوكس حتى هو بالسيبورا ديالو، الثمن ديالو حتى هو فقط 1400 ريال، 70 درهم. هاد الثمن هذا ما غادي تلقاوه الا حصريا عند اواني شعيب، راه ما تلقاوش في شي بلاصه اخرى، مستحيل تلقاو هاد الباك هذا ديال العطريه ديال اينوكس، 3 القراعي كبار و 4 ديال القراعي صغار ديال العطريه ب 70 درهم الا عند اواني شعيب، وفي جميع محلات اواني شعيب فقط 1400 ريال. كاين عندنا هاد الطحانه ديال العطريه، طحانه اينوكس الثمن ديالها 70 درهم. كاين عندنا كذلك هاد الباك هذا ديال العواشق اللي فيه 6 العواشق صغار، 6 العواشق كبار، 6 الفورشيطات، 6 لمواس، حتى هو لا مارك لوكسوس جاي من لوكس ديال الاواني، الثمن ديالو 1400. كاين عندنا هاد القراعي ديال العطريه ديال الزاج اللي كيدورو بالسيبوره ديالهم، حتى هما كذلك الثمن ديالهم 1400 ريال. مازال عندنا هاد القريعات ديال البورسولان، بورسولين ولا البورسولان بورسولين ياك، 4 ب 1200 ريال، 4 ديال الطبيصلات ب 1200 ريال. كاين عندنا هاد الطبيصلات غارقين كنبيعوا لكم 3 ب 1200 ريال، كيسان رائعين. كاين عندنا هاد المول هذا على جوج، الثمن ديالو 1400 ريال. وكاين هاد المربع هذا حتى هو كذلك الثمن ديالو جوج ب 1400 ريال. كاين عندنا هاد السيبور ديال الزيت والزبده والكونفيتور، فيها ثلاثه ديال هاد اللعيبات بالسيبوره ديالهم ديال الخشب، حتى هي كذلك الثمن ديالها 1200 ريال. وكاين عندنا هاد التويشيه البريستيج الواعره بليدين ديال الخشب، صالادي خطيره جدا، الثمن ديالها حتى هي 1200 ريال، كبيره. كاين عندنا هاد القراعي ديال اينوكس 3 من الكبيره حتى الصغيره، حتى هما 3 ب 1200 ريال. وكاين عندنا هاد القراعي ديال الاينوكس ديال الزياتات، حتى هما كنبيعوا 4 ديال القراعي ب 1200 ريال، 4 ديال القراعي ب 1200 ريال. وعندنا هاد الباك هذا ديال الزياته، جوج زياتات وقرعه ديال العطريه كبيره وجوج صغار، الثمن ديالو فقط ب 1200 ريال.
يا سلام غتبرعوا معنا اليوم. كاين عندنا كذلك هاد الكريبيير اللي فيها أربعة ديال الكريبييرات صغار، الثمن ديالهم فقط 1200 ريال 60 درهم. كاين عندنا هاد لا كلوش او هاد البورت غاتو ديال الزاج كبيره، بلاتي نشوفوا لي سنتيم اللي فيها، فيها ما دايريش ولكن غتكون فيها تقريبا واحد 40 سنتيم ولا 36 ديال لي سنتيم، الثمن ديالها فقط 1200 ريال. كاين عندنا الطاجين هذا ديال الزاج كبير حتى هو الثمن ديالو 1200 ريال. كاين عندنا كذلك هاد المقالي ديال الطيفال لا مارك ايليت، جوج مقالي عوض وحده ب 1600، غتاخذوا جوج مقالي ب 1600 ريال. كاين عندنا هاد الكيسان او هاد المقراج الملون كذلك فيه بروموسيو زوينه، الثمن ديالو 1200 ريال. كاين عندنا هاد المصلوح عوض 2600، غتاخذوه فقط ب 70 درهم 1400 ريال. صراحة أثمنة واعرة، أثمنة خيالية، دائما كنجدد الترحاب مباشرة على هذا البث المباشر عبر صفحة أواني شعيب على الفيسبوك. مرحبا بكم، مرحبا بجميع الزبناء ديالنا، كنعتذروا بزاف لأننا سهرنا معكم 12 ديال الليل دابا، وأكثر من 5000 ديال الناس اللي كتشوف اللايف دابا. بغيناكم كاملين دعموا هذا اللايف هذا، بغيناكم كاملين تعطيونا أكبر عدد ديال القلوب في هذا اللايف هذا، بغيناكم كاملين تبارطاجيو هاد اللايف، لانني دائما تنقول الدعم ديالكم هو لو بارطاج والقلوبه. كلشي بارطاجي هاد اللايف، كلشي يبارطاجي هاد اللايف، وما تنساوش تكتبوا لينا في لو كومونتير كتبوا لينا في لو كومونتير المدينه اللي كتسكنوا فيها، غنقراو دابا شكون هي اكثر مدينه سهرانه معنا دابا، اكثر مدينه متواجده معنا بقوه وبقوه في هاد اللايف. كلشي كتب لينا في لو كومونتير المدينه ديالو، كلشي. 4800 واحد كتشوف اللايف، بغينا نعرفوا 4800 مدينه، 4800 واحد اش من مدينه معانا، شكون هي اكثر مدينه متواجده معنا بقوه. سير 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 سير، كنقرا التعاليق ديالكم في هذه اللحظات. غنعطيكم الثمن ديال الكاسرونات، وي وي من كازا، تحياتي الناس ديال الدار البيضاء. زيد 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 زيد، انا من اكادير، وكيفاش نقدر نتقدم عندكم؟ عطيونا النمرة تاع ليفريزون. حياة من فاس، فتيحة من الرباط. زيد زيد زيد، سونيا من فاس. فاس حاكم العالم، فاس متواجدة معنا بقوة. الناس ديال الدار البيضاء نعسوا وقيلة، الناس ديال الدار البيضاء، الناس ديال الدار البيضاء نعسوا، فاس كاينة معنا بقوة. عطينا اختلال، عطيني النمرة التليفون ديال لا ليفريزون، كتبيها لي عفاك تما. الناس ديال فاس والرباط، الرباط تا هما متواجدين معنا بقوه. تحيه للناس ديال الرباط، تحيه للناس ديال العيون، ناديه من العيون تحياتي. مرحبا مرحبا مرحبا. زيد 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 زيد، كتبوا لينا في لي كومونتير المدينه اللي كتسكنوا فيها باش نعرفوا شكون هي اكثر مدينه متواجده معنا بقوه. الناس ديال لا ليفريزون تواصلوا مع ويسال على 06 05 11 00 72. يلا كلشي يدير سكرين، 06 05 11 00 72. الناس اللي بغاو مرحبا مرحبا، ما يبقاوش يتفلاو عليكم. كتبوا لي يلا كلشي يعطينا اللايف هو هذا. 5152 واحد كتشوف اللايف، كلشي يعطينا هنا قلوبه، جوج قلوبه ولا هاد لايك هادي جوج مرات كليكيو عليها، غير جوج مرات، وكلشي يجي البارتاج. بارتاج اكريغ اون بيبليكاسيون اي بيبلي سهله. يلا الناس بزاف الامهات تيقولوا لنا شعيب راه كنبغيو نبارطاجيو معاك وليدي وما كنعرفوش، لهذا هما اللي كنوريهم كيفاش يبارطاجيو. بارتاج بارتاج هنا، بارتاج هنا، ها هي بارتاج اكريغ اون بيبليكاسيون بيبلي. اللي عندها التليفون بالعربيه غتخرج ليه هنا مشاركه، ومن بعد مشاركه تكليكي على نشر. شكرا لكم، فهاد اللحظات عدد كبير ديال الناس كيبارطاجيو، والدليل ان العدد ديال المشاهدات كيرتفع دابا. مرحبا بكم، 5300 واحد كتشوف اللايف، مرحبا بكم. نكملوا معكم لا بروموسيون ديالنا، مرحبا. كاين عندنا كذلك البراد ديال فيرزاتشي كيرجع لكم من جديد بعد انقطاع حتى هو، وبالثمن القديم الثمن ديالو 1800، الصغير 1800،
اللي كبر منه 2000 ريال، اللي كبر منه 2200، والكبير ديالو ديال 3600 اواني شعيب غتاخذو غير ب 2400، 120 درهم. ما كيصديش كاليتي زوينه ديال الضياف وديال الاستعمال اليومي، يعني ما يتهرس ما والو، نقدروا نخبطوه كاع حتى مع الارض بحال هكا، نخبطوه عيشه نجربو. كاينين الكيسان نجربو، لوحو لا ما نلوحوش حشومه. الثمن ديالو 2400. انا والله العظيم اللي عندنا في الدار وعند العائله كامله، لانه براد زوين، انا اي حاجه كتستاهل الشكر. انا بزاف الناس سولوني على هذا البراد هذا، قالوا لي شعيب واش كيصبر؟ الجواب ديالي قلت لهم لا، راه خصو الاحتفاظ، لان هذا فضة اوريجينال وكيصبر. الناس اللي كيحتفظوا، لا خصنا نقولوا الناس اللي كاين، شوفوا حنا كنخلعوا الناس باش يحتفظوا. هذا البراد كيصبر، فضة اوريجينال. شوفوا هذا شونتيو، هذا غير شونتيو تخباط مسكين ومع ذلك وباقي نقي، ولكن اوريجينال. الا مثلا مع المده تبدل ليه لون، كيقدر غير تشللو وكيرجع كيبري. مرحبا بكم، اعطيونا القلوبه وانتم كتشوفوا اللايف. القلوبه صراحه اواني كلها غزاله ومجرباها، الله يعمرها الله يعطيك الصحه. شكرا لاله كلتوم علاوي، شكرا بزاف. هالتعاليق مفرحه جدا، ديال الكليان اللي كتخرج من القلب. وحنا النجاح ديالنا من بعد الله سبحانه وتعالى بالدعم ديالكم لينا نتوما، لان فريمون دعم كبير كيعطيونا الكليان. لهذا نحن الرقم واحد، كنا الرقم واحد في المغرب، ولينا الرقم واحد في العالم العربي، واليوم نحن الرقم واحد في العالم. بحيث بعد البحث العميق اللي درت، صفحه اواني شعيب اكبر صفحه في العالم متابعه مختصه بالاواني المنزليه. هذه معلومه زوينه، عائشه لاول مره كتعرف فيها، حتى الزبناء خصهم يعرفوها. تصفيقات حاره على الكليان اللي وصلونا لهذا المرتبه، شكرا لكم. نكملوا معكم. شوفوا معايا هذا الباك الزوين ديال العطريه، هاد الباك الزوين ماشي ديال العطريه، ديال العماره اللي كنا كنبيعوه ب 7600. انا غنهبط دابا غندخل معكم باش تيقوا الكلام ديالي، غندخل دابا الانستغرام باش تشوفوا باللي بصح كنا كنبيعوه ب 5600. انا غنرجع شويه لتحت، هادي لاباج ديالنا ديال الانستغرام اواني نقطه شعيب. يمكن كاين مشكل في لا كونيكسيون. المهم الا دخلتوا لاباج ديال الانستغرام هبطتوا لتحت تلقاونا، كنا كنبيعوا هذه العماره ب 7400 بلا بلاطو. ركزوا معايا مزيان، 7400 زائد 80 درهم ديال البلاطو هي 8000 تقريبا، شي الا ما غلطت شي 9000 وشي حاجه وقيله، ولا عندي الحساب غلط. ما علينا، 7400 1600 8450 درهم باش كانت هاد الباك هذا. اليوم كيرجع لكم ب 299 درهم، ركزوا معايا مزيان، 299 درهم عواد بروموسيون 9000 ريال، يعني زدنا هبطنا في الثمن بشكل خيالي جدا. وهاد الباك هذا راه متوفر في جميع محلات اواني شعيب. غندخل معاكم دابا وغنعد لكم المحلات ديالنا فين كاينين. دابا غندوزو للمرحله ديال جيو غدا تستافدوا من لا بروموسيون ديالنا. اواني شعيب البرنوصي، المحل ديالنا ملاصق مع استوديو ياسين ومقابل مع الحيط ديال اعداديه الطريق او النيابه. المحل ديالنا ديال المحمديه جا في الجوطيه قرب مسجد مالي ومقابل مع تيلي بوتيك عيشه. المحل ديالنا ديال القريعه غنخرج على برا وغنعتو لكم. المحل ديالنا في المدينه، المحل ديالنا قريب شويه الكره الارضيه، قريب البرنس. الى وصلتوا الكره الارضيه او وصلتوا البرنس سولوا على اوتيل المامون او سينما لوتيسيا، حنا اونفاس معاها. المحل ديالنا في حي محمدي، جينا في الكوديه، كتخليو القصاريه على يدكم اليسر وكتطلعوا مع التراموي بحال طالعين القهوه فلوريدا او الحزام الكبير، كتلقاو المحل ديالنا مقابل مع جامع بالقاضي او جامع الكوديه. ديروا سكرين باش تقراو هادشي على خاطركم، او دخلوا لاباج ديالنا ديال الفيسبوك، هي هادي لاباج ديالنا ديال الفيسبوك اواني شعيب،
اخر بوست حاطين هو هذا، اخر بوست هو هذا، راه حاطين لكم فيديو كنعتو المحلات ديالنا كاملين. كيف كتشوفوا دايرين فيديو كنعتو المحلات ديالنا كاملين بالفيديو، هازين الطوموبيل وخدامين البرنوسي هو هذا، وغادين وكنعتو المحلات ديالنا كاملين. مرحبا بكم. اواني شعيب القريعه، ركزوا معايا مزيان، ركزوا معايا مزيان. الناس اللي بغاو يستافدوا من لا بروموسيون ديال اواني شعيب القريعه، حنا جينا في سيدي معروف الرابع الزنقه 29، المحل ديالنا هو هذا. حنا جينا اون فاس مع واحد القهوه سميتها قهوه لو بولفار، وما جيناش حنا وسط السوق ديال القريعه، حنا جينا في شارع بشعيب الدكالي. ركزوا معايا مزيان، جينا في هذا الاسباس هذا، يعني شارع بشعيب الدكالي هو هذا. باش تجيو عند اواني شعيب القريعه كاين هنا الرومبو ديال مالي البونج، الرومبو ديال مالي البونج هي هذه، الرومبو ديال دولي دول كتوصلوا ليها، كتقوى الشارع هذا اللي غادي لجامع السنه. حنا جينا حدا قهوه لو بولفار، قهوه لو بولفار او مصرف المغرب. هاي كتدخلوا مع هاد لي سباس كتلقاو المحل ديالنا. اذا اي واحد بغى يستافد من لا بروموسيون ديال اواني شعيب كتجيو للقرعه حدا الروبو ديال مولي البونج، سولوا على مصرف المغرب، ولا توصلوا الروبو ديال مولي البونج سولوا على اواني شعيب، غيوريكم المحل. المحل ديالنا في هاد لي سباس. الا كنتو جايين من جامع السنه، الا كنتو جايين من لوطوروس كتوصلوا جامع السنه وكتدوروا على اليمن، الا كنتو جايين من دوماغس كتوصلوا للفيروج ديال جامع السنه كتدوروا على اليسر. بحال جايين الرومبو ديال مولي البونج، المحل ديالنا في هاد لي سباس حدا قهوه لو بولفار. بالنسبه للمحل ديالنا في المدينه كيف قلنا لكم، جينا حدا البرنس كتوصلوا للبرنس ولا كتوصلوا الكره الارضيه، كتسولوا على قهوه كتسولوا على سينما لوتيسيا، عقلوا عليها حنا اون فاس معاها. او الا كنتو جايين عندنا للمحمديه كتوصلوا الجوطيه في المحمديه، الجوطيه الجوطيه ديال المحمديه حنا جينا اون فاس مع تيلي بوتيك عيشه. المحل ديالنا في البرنوسي كاين سولوا غير توصلوا للبرنوسي سولوا غير على استوديو ياسين حنا ملاصقين معاه، ولا سولوا على النيابه حنا اون فاس معاها. المحل ديالنا في الحي المحمدي كتخليو القصر على يدكم اليسر بحال غادي طالعين للحزام، حنا اون فاس مع جامع الكديه او صالون زينب القديم. مرحبا بكم، جيو غدا والاثنين تستافدوا من لا بروموسيون ديال اواني شعيب. هذا الباك هذا راه اليوم تفاعلوا مع الناس بشكل قوي جدا، جيو قبل ما يتقادى، جيو استافدوا من لا بروموسيون ديالو لان فيه بروموسيون خطيره جدا. مرحبا بكم، نكمل معكم لا بروموسيون ديالنا. كاين عندنا هذا الكاس هذا رائع جدا، الثمن ديالو 6 ب 1000 ريال، 6 ب 50 درهم، كاس بريستيج رائع جدا، الثمن ديالو 6 ب 50 درهم. مرحبا، كاين عندنا هذا الكاس هذا الثمن ديالو 6 ب 35 درهم، كريستال لا مارك لاف تركيا رائع، الثمن ديالو 35 درهم، حتى هو كيتفاعلوا مع الناس بشكل قوي جدا. وكاين عندنا الطويل هذا الثمن ديالو 35 درهم، 6 ب 35 درهم، 6 ب 700 ريال. وكاين عندنا هذا اللي بالرجيله الثمن ديالو 6 ب 35 درهم، 700 ريال. وكاين عندنا هذا جوج باكيات ب 1000 ريال. السؤال دابا اللي غيتوجه للكليان ديالنا، شكون هو اكثر كاس عجبكم واش بغيتوا تشربوا فيه المونادا والعصير؟ هذا غنسميوه رقم واحد. يلا كلشي عقل على الارقام باش نقرا التعاليق ديالكم. وهذا غنسميوه رقم جوج، وهذا غنسميوه رقم ثلاثة، وهذا غنسميوه رقم أربعة، وهذا غنسميوه رقم خمسة. مرحبا بكم. صراحة بزاف اللعيبات ما قلت لكم الأثمنة ديالهم، غندوز بعجالة غنعطيكم الأثمنة ديال كل شيء وبسرعة باش كل شيء يقدر يعرف الثمن. 3 2 1 على بركة الله. عندنا الطاجين مازال متوفر عندنا، كنبيعو 5
بألف ريال، خمسة ديال الطواجن بألف ريال راه مازال متوفر، خمسة ديال الطواجن خمسين درهم كريستال. عندنا هاد القريعات هادو كنبيعو ثلاثة باتناشر مية ريال، والكبار ديالهم كنبيعو جوج باتناشر مية. عندنا هاد البلاطو في كويغ رائع جدا، الثمن ديالو غير ثلاثين درهم فقط. شوف هاد البلاطو شحال زوين، الثمن ديالو الثمن ديالو 600 ريال 30 درهم، والكبير ديالو 50 درهم. وهذا الكبير ديالو 50 درهم. عندنا هاد البلاطو ديال الرخامه كنبيعو جوج ب 1400، جوج بلاطوات ب 1400. وانا كنعطي الاثمنه، ما تنساوش القلوبه، عطيونا قلب او لايك غير مره واحده، اللي عطى اللايك قبيله ولا القلب ما يعاودهاش، عطيونا قلب مره، وما تنساوش البارطاج، بغينا كلشي بارطاجي هذا اللايف. اهم حاجه هي تبارطاجيو هذا اللايف، لان البارطاج ديالكم هو الدعم لينا. كلشي بارطاجي اللايف، نكملوا معاكم. عندنا كذلك هذا المصلوح الثمن ديالو 1400 عوض 2600. شوفوا المصلوح كيدير غير ب 1400 ريال. كاين عندنا هذا الترموس اينوكس من برا ومن الداخل، الثمن ديالو 1200 ريال 60 درهم. عندنا هذا القرعه بالكيسان ديالها، الثمن ديالها غير 1400، قرعة كبيرة وستة ديال الكيسان ديالها غير ب 1200 ريال. عندنا هاد الطاج 1400، بقي حدايا بقي حدايا الله يرضي عليك، 1400 70 درهم. كانوا غدا غيجيو يقولوا لكم الناس راه قال لينا شويه ب 1200 1400. عندنا هاد الطاجين هذا الثمن ديالو 1000 ريال، جوج مقالي ب 1600 عوض وحده ب 1600. كاسرونه كريبيغ 60 درهم. شوفوا معايا هاد الكاسرونات شحال واعرين، ثقيل باك جراني، ثقيل ثقيل، هذا ماشي خفيف، هذا الثقيل ديالو غتجيو غدا وغتهزوه وغتحكمو. الثمن ديالو 220 درهم، والمقالي ديالهم حتى هما 220 درهم، ثلاثة 220 درهم، باك واعر وثقيل شد، والله العظيم إلا ثقيل شدي بحال هكا أنا ثقل عليا. كاسرونات ديال الاستعمال اليومي ثلاثة ب 70 درهم، ثلاثة ب 1400 ريال. عندنا كذلك هاد المقراج الملون 1200 1200. ركزوا معايا مزيان على الاثمنه وسكريني وداك الشيء اللي بغيتو، اللي بغى شي حاجه وعجباتو يدير سكرين. عندنا الصالة ديال الكبيره الثمن ديالها 1200، عندنا هادي بالسيبوره ديالها 1200، ثلاثه ديال الطباسل 1200 غارقين، وثلاثه ديال الطباسل بلا 1000 ريال. المول ديال 2400 درنا ليه غير 1400، جوج ب 1000 جوج ب 1400 كيدخلوا للفران. المربع ديالو جوج ب 1400، جوج عوض 2400. ثلاثه ديال القراعي ديال اينوكس ب 1200 ريال، ثلاثه ب 1200. اربعه ديال الزياتات 1200، اربعه ب 1200 درنا اربعه، اربعه ب 1200. جوج بلاطوات ميتال 50 درهم، جوج بلاطوات 50 درهم. أربعة ديال بلاطوات بورسولان 1200 ريال 60 درهم. عندنا هاد العطرية اللي كدور 1200 1400 ريال، باك اللي فيه 24 بياسة واعر، أربعة ست العواشق كبار، ست العواشق صغار، ست الفورشيطات، ست الماس 1400. هاد اللعيبة ديال العطرية، طحانة القهوة 1400، باك ب 70 درهم، فيه ثلاثة القراعي كبار و أربعة ديال القراعي صغار ب 70 درهم. عندنا هذا الباك هذا كيدير 1200 ريال 60 درهم. وعندنا بزاف ديال الموديلات اللي مع الأسف تقاداو لينا، غيكونوا حتى الاثنين إن شاء الله إن شاء الله، ومازال متوفرين يمكن في واحد الآخرين. عندنا هذا الباك هذا، هادو جوج ب 50 درهم كريستال، جوج باكيات ب 50 درهم، ماشي جوج كيسان، جوج باكيات ب 50 درهم. عندنا هذا الباك هذا 70 درهم، فيه جوج زياتات كبار وربعه ديال القراع اينوكس بالسيبورا 70 درهم. عندنا هذا الكاس هذا الثمن ديالو جوج ب 50 درهم، جوج باكيات ب 50 درهم، وهذا كنبيعوا ثلاثه ديال الباكيات فيهم سته ب 50 درهم، ثلاثه ديال الباكيات 50 درهم. هادو ديال الرجيلة 35 درهم، رائع جدا 700 ريال. هذا باكية فيها ستة 50 درهم،
وهادو 35 درهم، باكية فيها 6 35 درهم. كاين عندنا الطويل هذا حتى هو 35 درهم. تفصيل بلاطو مرايا بريستيج نقصنا ليه في الثمن رجعناه غير ب 1200 ريال سارعو، والكبير ديالو درنا ليه 1400. هاد الكيسان هادو درنا باكية ب 40 درهم، باكية ب 800 ريال، كوفير دو طابل 180 درهم، 3600. حنا الوحيدين في المغرب اللي كنبيعوها بالثمن للتذكير فقط، 180 درهم. باكية ديال الكيسان رائعين ب 70 درهم 1400. شوفوا الكيسان كي دايرين خطيرين جدا. شوفوا الكاس كي داير 70 درهم 1400 ريال. كاين عندنا هاد الكيسان هادو عوض 2400، درنا اليوم 1000 ريال، باكية ب 1000 ريال. هادو درنا اليوم 80 درهم، رائع جدا ديال الريشة. الكاس الريشة 35 درهم كريستال، باكية ب 700 ريال. وهادو جوج باكيات فيرزاتشي ب 1000 ريال، جوج باكيات ب 1000 ريال. عندنا هاد البراد هذا درنا ليه غير 110 دراهم، 2200 بريستيج رائع، اللي كبر منه 2400. انا غنقول لك لا تمن الهاشور غزال، ممكن تقول لنا تمن الهاشور بغيت الطحانه ديال التوابل، قول لي الاثمنه عافاك اب اب اب. واخا لا غزال دابا بقي معايا، بقي معايا نكمل هذا الصف هذا. هنا 2200، وهنا 2400، وهنا 2600. ما تنساوش البارطاج، بغينا كلشي يعطينا البارطاج. الصينيه ديال المرايا عندنا هاد المويانه ب 2400، 120 درهم، والكبيره 150 درهم. بلاتي نوري لكم مزيان كيفاش كتبان، شتي بحال هكا خطيره جدا، 150 درهم بالرجيله ديالها رائعه، 3000 ريال، واللي صغر منها شويه 2400. قراع بريستيج 4 ب 1000 ريال، قراع جوجيترو 3 ب 1200، الباك 4800 فيه فراقه على جوج طبقات، كوبا بالرجال، 6 جبابان، سر تبصيلو 6 طباسل ديالو، باك خطير جدا غير ب 4800. لان تزادت فيه الكوبا وتزادوا فيه الجبابن. كيسان 1400، هادو تا هما 1400 عوض 2600، هادو تا هما 1400 عوض 3600. هادو واعرين، هادو هما الجديد، هما مرحبا. هادو 1200 ريال، هادو 1200 ريال، وهادو 1200 حتى هما. هادو 50 درهم، 50 درهم. هاد الكيس تاع البراد 1800، اللي كبر منه 100 درهم، اللي كبر منه 2200، والكبير 2400. وهذا ناقص عليه ب 10 درهم، هذا غير 1600، اللي كبر منه 1800، اللي كبر منه 100 درهم، والكبير ديالو 110 درهم. تخيلي معايا النمر 20 ب 110 درهم، حصريا الثمن عند اواني شعيب. وهذا البراد هذا حصريا في محلات اواني شعيب. شوفوا هاد الترموس جوج ب 100 درهم رخامه، النواغ ديالو تا هو جوج 100 درهم، بورت كيك واعره 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 خطيره 100 درهم، لا نديرو لها 90 درهم، 90 درهم هادي زيد ناقصنا فيها 10 درهم، 90 درهم، يلا تبرعوا ليا مع راساتكم، ها هو الجديد. كنديرو الجمله، قريت واحد الكومونتير دابا قال لك واش كدير الجمله، كنديرو الجمله، واللي بغى يبيع ويشري يجي تقدم المحلات ديالنا. فريمون كاينه سلعه زوينه، وكاين ثمن تيوصل حتى الاقل من ثمن الجمله. عندنا دي زارتيكل اللي كيكونوا اقل من ثمن الجمله، لهذا اللي بغى الجمله، اللي بغى يبيع ويشري، اللي بغى يجي يصور السلعه ويحطها في السطوري ديالو، اللي بغى يبيع، الناس ديال اوروبا حتى هما ما شاء الله كيتقدوا عندنا وكيبيعوا ويشريوا تما، الله يسهل عليهم. زوين بالعكس، انسان التجاره وصى عليها الرسول تجاره. واحد السيده عيطت لي من تطوان قالت لي شعيب كنت كنبيع ونشري ومع كورونا من تطوان، قالت لي بقيت كنبيع ونشري، ومن تفرجت في لي لايف ديالك عطيتيني لا موتيفاسيون انني نرجع للدومين وهبطت عندنا. قالت لي غنهبط عندكم، ما عرفتش واش جات ولا لا،
قالت لي غنجي عندكم حتى المحمديه باش نتقدى من عندك ونرجع نبيع من مدينه تطوان. وسولاتني واش تنقص عليا في الاثمنه وانا نقول لها نعم نعم كاينين شي ديزارتيكل اللي كنبيعو بهم ثمن الجمله وكننقصو حتى على الثمن ديال اللايف. ممكن نعطي اكزومبل بشي حاجه فحال هذا الباك هذا عندنا فيه لا الباك ما الباك عندنا فيه ثمن الجمله لكن الناس غياخذوا العدد. الا كان غياخذوا اكثر من 10 نزيدوا نقصوا ليهم ولا اكثر من نديروا واحد العدد نحددوه غنتفقوا على واحد العدد واللي خدا بواحد العدد كبير في هذا الباك هذا نزيدوا نقصوا لي على 240 درهم. مرحبا يلا سير. اشنو عاوتاني اللي كنقدروا نقصوا ليه في الثمن مثلا؟ مهم كاينين بحال هذا البلاطو حتى هو ديال رويال كنقدروا نقصوا الا خديتوا العدد كثير كنقدروا نقصوا في الثمن على 180 درهم. يلا حنا كنزيدوا نفاجئوا الناس دابا. مرحبا يعني هاد الثمن الخيالي نقص عليه حتى هو خلي الناس تبيع وشري نخليو الناس ترزق معانا علاش لا. مرحبا اشنو 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 سولتني السيدة على الهاشوار غتقجني واقيلا من التليفون. الهاشوار جوجيترو فيه 1000 ديال لي واط اينوكس من الفوق ومن التحت اللي كطحن الربيع بسلاماطيشان لحم الحوت فيها بزاف ديال الماس فيها اللي كطحن الثومه دراب فقط ماشي 300 درهم غير 160 درهم 3200. وعندنا البلاندر ديال الزاج التحت ديالها اينوكس مع الكاس ديال العطريه لوكسيس اوريجينال الثمن ديالها 180 درهم 3600. وكاين عندنا كرافت 200 درهم عندنا الدراب تاتش 1200 ريال وهذا اللي بالسيبور كيدير 2400. وعندنا المقراش ديال الضو اينوكس كيدير 1800 والريشو 100 درهم. صراحه كاينه بزاف السلعه اللي ما قدرتش نبينها قراعي ديال العطريه بانيني فيها ثمن واعر كتبدا من 190 درهم كبيره. عندنا المقارج ديال اينوكس عندنا الكوكوطات عندنا الطباصل عندنا البرامي عندنا البلاطوات عندنا سلعه زوينه وكثيره ومتنوعه اللي صراحه ما قدرتش نوريها لكم كامله. كاين لو شوا كاين عندنا المقالي فيهم ثمن زوين مقالي كيبداو من 60 درهم. عندنا المقالي عندنا البرامي اينوكس عندنا الطحانات عندنا العجانات عندنا بزاف ديال لي زارتيكل اللي تقدروا تستافدوا من لا بروموسيون. عندنا بزاف ديال الموديلات ديال الكيسان اللي ما وريتهمش لكم كاملين بزاف بزاف بحال هذه الريشه هذه كاين ما يدار ما شاء الله. جيو لعند اواني شعيب باش تستافدوا من لا بروموسيون ديالنا. كاينين المقالي كاين ما يدار مرحبا بكم عند اواني شعيب المحل ديالنا في القريعه الزنقه 29 سيدي معروف الرابع جينا مقابلين مع قهوه ديال لو بولفاريه هذه قهوه لو بولفار قهوه لو بولفار. كاين هنا شارع بشعيب الدكالي هنا على اليمين ديالنا كاين الرومبو ديال مولي البونج ديال دولي دور. الى وصلت الرومبو ديال مولي البونج سولوا على اواني شعيب غيوريكم المحل. حنا جينا في هذا الاسباس هذا مرحبا بكم. هاد السلعه اللي كتشوفوا دابا كاينه كذلك في المحل ديالنا اللي كاين في المدينه. الى وصلتوا الكره ارضيه كره ارضيه او اوتيل حيت ريجينسي سولوا على سينما لوتوسيا ولا سولوا على اوتيل المامون حنا جينا اونفاس معاه اوتيل المامون والسينما لوتوسيا اوائل الشعاب المدينه اونفاس معاه. المحل ديالنا في المحمديه توصل الجوطيه ديال المحمديه راه كاينه جوطيه وحده كاينه جوطيه وحده في المحمديه الى وصلتوا ليها سولوا على تيلي بوتيك عيشه معروف المحمديه حنا اونفاس معاه الناس ديال الرباط وقنيطره وفاس وسله. الى بغيتوا تهربوا من لومبوطياج ديال الدار البيضاء سيروا للمحمديه تقداو منها الناس ديال بن سليمان الناس ديال بوزنيقه جيو عند اواني الشعيب المحمديه طلعه الثانيه واقيله ديال لوطوروت كتفوتوا مرجان كتفوتوا مرجان الى كنتو جايين من الرباط في لوطوروت كتفوتوا مرجان كتلقاو الطلعه ديال وسط مدينه المحمديه كتدخلوا معاها كتمشيو كتدوروا على اليسر كتمشيو حتى للراس كتدوروا على اليمن كتلقاو جامع مالي حنا جينا حداه. المحل ديالنا في البرنوصي عندنا جوج محلات المحل القديم ديالنا راه مازال في لا بروموسيون تقدروا تمشيو تقداو منه
والمحل الجديد ديالنا اللي ملاصق مع استوديو ياسين. استوديو ياسين حنا جينا ملاصقين معاه ومقابلين مع الدار اللوراني ديال النيابه. المحل ديالنا في المحي المحمدي، كتخليو القصريه عليه يدكم اليسار وكتبعوا السكه ديال الترامواي، كتطلعوا مع السكه ديال الترامواي بحال غادي طالعين للحزام. حنا اونفاس مع جامع بالقاضي، قيدوا في السيلو ولا جامع ولا جامع الكوديه، حنا جينا في ديك الكوديه اونفاس مع صالون زينب القديم. مرحبا بكم. غنزيد نعطيكم هاد الـ هاد الـ هاد النعت هذا في هاد السكرين. لاباج ديالنا هي هادي، اواني شعيب، مرحبا بكم. اواني شعيب، هبط 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 هبط، زيد 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 زيد. اواني ديروا سكرين هنا باش تعرفوا المحلات ديالنا كاملين فين كاينين ياك. وعندنا حتى هاد الفيديو هذا حاطينه هو الاولاني، راه كنعتو فيه المحلات ديالنا بلوكاليزاسيون. الا دخلتو غتلقاو لوكاليزاسيون هنا، لوكاليزاسيون ديال البرنوصي بنمره التليفون ديال الريسبونسابل، لوكاليزاسيون ديال الحي المحمدي بنمره التليفون ديال الريسبونسابل، لوكاليزاسيون ديال المدينه بنمره التليفون ديال الريسبونسابل، لوكاليزاسيون ديال القريعه بنمره التليفون ديال الريسبونسابل، لوكاليزاسيون ديال المحمديه. وكاين عندنا كذلك فيديو كينعت المحلات ديالنا. كيف كتشوفوا بدينا بالبرنوصي، كتخليو سوق طارق على يديكم اليمن، كتمشيو حتى للفيروج كتلقاو السوق النموذجي، كدورو معاه كتطلعوا نيشان المحل الجديد ديالنا، كتطلعوا نيشان. ها هو السوق النموذجي على اليسر، كتلقاو الجرده هي على اليسر، كتوصلوا للفيروج. هذا بالنسبه للبرنوصي، كتوصلوا للفيروج، راه هو المحل ديالنا، راه هو راه هو راه هو راه هو ملاصق مع استوديو ياسين. هذه المدينه، هنا كاين بنك المغرب وكاين بريد المغرب. هنا ها هو بريد المغرب، كاين واحد الزنقه على اليسر، ها هي كتدخلوا معاها. ولادنا عاتنا لكم من برنس، ها هو البرنس، ها هو اوتيل المامون، شفتوه؟ هذه من الجهه الاخرى، كتدخلوا مع هذه الزنقه، ها هو المحل ديالنا حدا اوتيل المامون. ها اوتيل المامون، ها الزنقه، كاين هنا قهوه ايدن ايس، هنا اوتيل حي ريجينسي، ترامواي، ساحه الامم المتحده، ها هي الزنقه، ها هو البرنس كيف كتشوفوا، ها البرنس، هاد الببوشه الحمراء، ها اوتيل المامون، كتدخلوا مع هذه الزنقه هذه، ها هو المحل ديالنا، شفتوه؟ كيبان من هنا اونفاس مع اوتيل المامون، اونفاس مع السينما ليتوسيا. زيد هنا الحي المحمدي، هاي القصريه، شتو القصريه؟ كتخليوها على يدكم اليسر وكتطلعوا مع السكه ديال الترامواي. هاي السكه ديال الترامواي على يدكم اليسر، هنا كاينين الطاكسيات، كتبقاو طالعين بحال طالعين الحزام. شتو الطاكسيات؟ كتطلعوا مع السكه ديال الترامواي بحال غادي طالعين الحزام ولا بحال طالعين القهوه في فلوريدا. ها هو المحل على يدكم اليمن، اونفاس مع جامع القاضي بالقاضي او جامع الكوديه. هنا القريعه، الروبو ديال ماني البونجي هادي، شو الروبو ديال دولي دول المعروف على الصعيد العالمي، هاي الروبو ديال مالي البونج. كاينه الشارع هو هذا اللي سميتو شارع بشعيب الدكالي، شتوها؟ كتزيدوا مع غير شويه كتلقاو على اليسار ديالكم قهوه لو بولفار، راهي حنا في هاد لي سباس، هذا هو حنا في هاد لي سباس، قهوه لو بولفار، كتدخلوا مع هاد لي سباس، هاد لي سباس هو هذا، هاو شتوه؟ هو هذا. دابا المحمديه، ها جامع، جامع اسمي الجامع ديال المحمديه، جامع مالي، كتدخلوا مع الجوطيه، ها هي الجوطيه هي هادي، كتدخلوا مع الجوطيه كتلقى واحد الفارماسيان في الدخله، هادي هي الجوطيه ديال المحمديه، معروفه الجوطيه ديال المحمديه، كتدخلوا معاه غير شويه كتلقاو المحل عليه يدكم اليمن، مقابل مع جامع مع تيلي بوتيك عيشه، ها هو المحل ديال المحمديه. مرحبا بكم. وهنا عاوتاني منعت لكم المحل من لوطوروت ديال البرنوصي، منعت لكم المحلات بالفيديو بلوكاليزاسيون بالكتبه، يعني بكل سهوله بكل بساطه تقدروا توصلوا لجميع محلات اواني شعيب. تنقول لكم شكرا بزاف على المتابعه ديالكم، ما تنساوش دعموا هذا اللايف هذا، عطيونا جوج قلوبه هنايا، جوج قلوبه، وما تنساوش بارطاج، كل شيء يبارطاجي، بارطاج، اكريغ اون بيبليكاسيون اي بيبلي، اكريغ بيبليكاسيون بيبلي، الناس ديال لا ليفريزون.
لا لي فريزو داخل الدار البيضاء كتواصلوا مع مهدي على 07-06-67-43-10. الناس اللي بغاو لا لي فريزو داخل كازا 07-06-67-43-10 او كتواصلوا مع سعد. وكاين عندنا لا ليفريزون داخل خارج مدينه الدار البيضاء، عطيتكم قبيله نمره وصال، وكتواصلوا كذلك حتى مع محمد. ديروا سكرين 06-05-09-06-05-09-05-98. شكرا بزاف على المتابعه ديالكم، شكرا لانكم سهرتوا معنا. كلشي بارطاجي هذا اللايف باش تستافدوا من هذه البروموسيون. جيو غدا لجميع محلات اواني الشعيب، الباك راه يقدر يتقادى. جيو استافدوا من البروموسيون ديالو، استافدوا من هذا السولد الزوين، وما تنساوش بارطاجيو اللايف. شكرا، بسلام عليكم وفي امان الله. مرحبا بكم، انا ما كيطلعوش ليا القلوبه، كليكيو على لايك. اللي ما كيطلعش لها قلب تكليكي على لايك. مرحبا، شكرا، كلشي بارطاجي هذا اللايف، ومرحبا بكم باش تستافدوا من هذا الصوت الواعر ديال اواني شعيب. مرحبا، شكرا.